لو بصيت هنا على الارض هتلاقي فيه اللي هي العلامة اللي تحت الارض النقط نقط نقط كده, ولو بصيت هناك خالص هتلاقي التراك هناك اللي هو الاحمر ده اللي هو مكتوب على كاليفورنيا بورينج, بيحفر حفرة تحت الارض وفي نفس المجموعة اللي هناك اللي حطها لها على انابيب. ولو بصيت كده مشيت مع الخط اللي تحت ده كده هتلاقي فيه مربع هنا كده عاملين حاجة فيه, وادي الناس اللي بيدخلوا الأنبوبة الأنابيب اللي هي تحت الأرض دي. يعني هو كل الفكرة انه حفر حفرة هنا دخل أنابيب يعدي بيها من تحت الطريق لحد هناك من غير ما يشق الطريق. الأنابيب دي هتعدي ايه مش عارف, معرفش, بس هو مجرد ان دخل أنابيب ممكن يعمل حاجات تانية كتيرة. يعني ممكن يستخدم الأنابيب دي ويعمل حاجات تانية غير المية والكهرباء أو التوسع. بس هو عنده خطة زي ما انت شايف, في نقطة اهي في الأرض خط يمين وخط شمال, والناحية التانية في العمال وهم شغالين لما هياخدوا الأنابيب. ولو بصيت كويس كده على الأرض هناك في أنابيب تانية جاية, فواضح ان الانابيب دي بتمشي مسافات طويله. يعني هل دي انابيب ميه, انابيب بترول؟ كاليفورنيا فيها مشكله جامده في الميه, وكاليفورنيا شطار قوي في تكنولوجيا استخدام الميه. يعني ما عندهمش ميه بس يعرفوا يستفيدوا بيها استفاده كويسه.